اهلا وسهلا متتبعي قناة مطبخ وتدابير سارة سارة بوزيان. اليوم رانا 16 يوم من رمضان، جيتكم بواحد الوصفة تاع ميني بيتزا. للامانة شفتها في اليوتيوب عجبتني، قلت نبارطاجيها معكم. دوك نجوزو مباشرة على بركة الله للمقادير. بالنسبة للمقادير واش عندي؟ عندي زوج كيسان تاع فارينة ووزن 220 مليلتر، راح نكيلو بالكاس تاع 220 مليلتر. عندي نفس الكاس كيلت به نص كاس سميد رطب، هاوليك. عندي خمس مغارف زيت، عندي حليب باش نطمو العجينه، عندي مغرفه تاع خميره الفوريه تاع الخبز، عندي زوج مغارف سكر، عندي حبيبه بيض بلا ما ننسى الملح. دوك نجوزو مباشره على بركه الله لطريقه التحضير. اول حاجه نبدا بها هي نجيبو الغيسيبيون ولا ليان ولا الباسيله اللي نخدمو فيها، نديرو فيها نص كاس تاع السميد، نديرو فيها زوج كيسان تاع الفارينه، نزيدو الكاس الثاني، نضيفو مغرفة تاع السكر، عفوا زوج مغارف تاع السكر تاع الأكل، نديرو خميرة تاع الخبز، قلنا مغرفة تاع الأكل تاني معمرة، ونخلطو كامل هاد النواشف مع بعض. احنا بعد ما خلطنا النواشف مع بعض، نضيفو ملعقة صغيرة تاع الملح اللي ذكرتها لكم في الأول، نزيدو حبيبة البيض، ونزيدو خمس مغارف ملاعق عفوا البنات تاع زيت، واحدة اثنين ثلاثة أربعة خمسة بهذا الشكل، ونخلطو كامل هاد المكونات مع بعض. احنا بعد ما خلطنا المكونات كامل مع بعض، احنا نبداو نطمو بالحليب دافي. الى ما عندكمش الحليب تنجمو ديرو مغرفة تاع حليب البودرة وتطمو بالماء عادي. ما عندكمش حليب البودره تنجموا تستغناو عليه وتطبموا بالماء عادي بدون يعني حليب، هذا الشيء يرجع لكم. نطم بهذا الشكل اللي هو موضح هنا حتى نتحصلوا على عجينه يعني تكون طريه شويه وما تكونش يابسه. احنا بعد ما طمت لي العجينه شوفوا القوام اللي تحصلت عليه. هنا دوك نحطوها في البلون دو طرافاي ونعجنوها شويه فقط بهذه الطريقه. من بعد نعاودوا نرجعوها في الغيسيبيون نخلوها حتى يتضاعف الحجم تاعها بهذا الشكل. دوها وجيبوها واحد 2 مينوت 3 مينوت لو ماكسيموم. هنا بعد ما عجنتها مده 4 دقائق هذا هو القوام اللي تحصلت عليه. هنا ندهنها بشويه زيت من الفوق هكذا برك، نحطوها دو كوتي قلت لكم حتى يتضاعف الحجم ديالها. كي تخمر ان شاء الله على بركه الله نعاودو نرجعو باش نفاصونيوها ديبول. هنا بعد ما تضاعف لي الحجم تاع العجينه ديالي بهذا الشكل اللي راهو موضح هنا، يعني الله يبارك خمرت لي، شوفوا الخفيه تاعها. هنا نهبطوها في البلون دو طرافاي باش نشكلوها ديبول. هنا نديروها على شكل حربوش، شوفوا العجينه جات خفيفه ما شاء الله. ونبداو نشكلوا فيها بهذه الطريقه، كل وحده الحجم اللي تحب ديرو. هما دي ميني بيتزا دونك احنا قد ما يجوا صغار راح يجوا شابين، وتقطع لكم كميه لاباس بها. هنا نبداو نشكلوا في الكويرات تاعنا، قلت لكم بالحجم اللي تحبوه نتوما. انا حبيت نديرهم شويه صغيرين باش يقطعوا لي كميه لاباس بها ويمدوا لي شكل يعني ما شاء الله. هايليك نقص لها شويه، جاتني هنا كبيره هاوليك الحجم اللي راني حباته انا، هاوليك. راح نديروهم هنا في السنيوه بعد ما نرشوها بشويه فارينه باش نخلوهم يختبروا للمره الثانيه بهذه الطريقه. دوك انا نكمل كامل الكميه اللي عندي. احنا بعد ما شكلناهم بهذه الطريقه اللي هي موضحه هنا قدامكم، نغطوهم نخلوهم يريحوا ويختمروا للمره الثانيه، ماشي نخلوهم يخمروا حتى بزاف. دوك تشوفوا الشكل اللي لازم يخمروا به، نشعلوا لاكويزينير باش نبداو الفاصوني على بركه الله. هنا بعد ما ريحت لي لاباط تاعي وتضاعف شويه الحجم تاعها، هنا دوك نجيبوا السنيوه تاعنا ونبداو الفاصوني في الميني بيتزا ديالنا. هنا جبنا السنيوه ديالنا، حطيت فيها هنا الميني بيتزا تاعي. بالنسبه للتزيين واش عندي؟ عندي صلصه الطماطم، عندي معدنوس، عندي شويه مايس، زيتون كحل، زيتون خضر، عندي هنا شويه كامونبير احنا في الدار يحبوه بزاف، عندي شويه جبن مبشور، عندي شويه طن،
بالنسبه للتزيين عندي صفار بيضه درت له شويه خل باش نحي له الريحه، وعندي جلجلان والسانوج هنا باش نشبعوهم في الاطراف. بالنسبه للتزيين هنا ما تقيدوش معايا، كل واحد يزين لي ميني بيتزا بواش عنده في الدار ولا بواش يحب. اول حاجه نبداو بها نجيب لافارين تاعي شويه نصبو دري هكا فقط من الفوق باش تسهل لي العمليه. هنا نبداو نخبزوها بالعقل برك هكذا بهذا الشكل، نزيدو لابول الدوزيام هنا ونجيبو كاس عادي بهذا الشكل، نرشو هنا شويه فرينه باش ما يلصق لناش الكاس، عفوا نحطو هكا الكاس من الفوق بهذه الطريقه ونديرو حفره في الوسط. هاي لي لازم هنا نديرو الحفره مليح باش نقدروا نفاصيوها ونتحصلوا على دي ميني بيتزا يعني املح. هاي ليك شوفوا كيفاش حفرتها هنايا. هنا بعد ما درت الحفر في الوسط احنا ندير ثقوب بالفرشيطه باش ما تخمرليش يسمى وتخرج لي لا فاكس ديالي بهذا الشكل. هاي ليك نجيب صفار البيض تاعنا اللي قلت لكم درت له هنا مغرفه خل صغيره، علاش؟ باش نقصوا ريحه البيض ويمد لنا يعني لمعه ما شاء الله. ندهنوا هذا الاطراف كامل بهذا الشكل، هنا ندهنوهم مليح البنات باش تتحصلوا على دي ميني بيتزا يعني ما شاء الله. نزيدوا الثانيه بهذه الطريقه، يعني هاد لي ميني بيتزا ساهلين المقادير تاعهم بسيطه يعني ماشي حاجه كبيره ويوجدوا بالخف. نديروا صلصه الطماطم بسم الله هي الاولى بهذه الطريقه. بالنسبه لصلصه الطماطم الوصفه تاعها موجوده في القناه، دوك نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف، يعني هي سهله فيها طماطم حب يعني طماطم تاع الحب، فيها طماطم مصبره ثاني مغرفه، سنين الثوم، ملح، زيت، كركم، راس الحانوت، وفلفل الكحل والملح ما ننساوهش. هنا درت المايس، زدت درت الزيتون الاخضر. بالنسبه قلت لكم للتزيين هاني نهضر ونعاود ما تتقيدوش معايا، ديروا يسمى واش عندكم في الدار. نديروا كامونبير، احنا في الدار يحبوا لي ميني بيتزا بالكامونبير، انتوما ديروا اي جبن تحبوه بهذه الطريقه. ندير هنا كميه من الطون، انتوما عندكم بولي اشي فيونداشي دانداشي مرقاز تحبوا تستغناو عليهم كامل ماشي مشروط، انا هنا ندير شويه فقط ماشي حاجه كبيره. علاش قلت لكم باللي دي ميني بيتزا يعني ما شاء الله اقتصاديه. هنا نختموها بالجبن المبشور، استعملوا اي نوعيه امرفين بها وتحبوها عاملك بهذه الطريقه. دوك انا باذن الله تعالى نكمل الكميه اللي عندي كامل بهذا الشكل. هنا بعد ما كملت الكميه اللي عندي نرش هنا شويه جلجلان وشويه سانوج بهذه الطريقه، نزيد ندير الزيتون الاسود ثاني. شوفوا يعني غير تبداو تزيدوا لهم بعض الاضافات راح تتحصلوا على واحد النتيجه ولا اروع. نكملهم كامل بهذه الطريقه. هنا ضفت لها الزيتون الاسود في الاخير سما باش يمد لي غفلي شباب منظر شباب. الكويزينير تاعي سخنت، نطيبوها كيما نطيبوا البيتزا العادي على 180 درجه، يعني الكويزينير تكون شاعله كيما نطيبوا البيتزا العادي ماشي نار قليله. دوك ان شاء الله ندخلها الطيب، نتلاقاو في صحن التقديم. هنا بعد ما طابت لي البيتزا ديالي تحصلت على هذه النتيجه اللي راهي موضحه قدامكم، زينتها بشويه معدنوس. نفتحوا حبيبه مع بعض باش نشوفوا القوام تاعها، طيبتها بهذه الطريقه هايليك شوفوا يعني الطراوه ما شاء الله بسم الله. هايليك القوام تاعها شوفوا من الداخل كيفاش تجي البنات تجي تحفه. نقول لكم تجربوا هذه الوصفه ما راحش تندموا عليها. صحه فطوركم، تهلاو في رواحتكم، سلام سلام.